مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. إن شاء الله موافقين، ربي يفضل وربي يخليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي يعطيكم الصحة، مشكورين أن شرفتونا بحضوركم في التدشين بمقر جديد الخطوط التونسية. إن شاء الله نرى العودة هذه بوفقة، إن شاء الله بالنجاح. جوع يعني فهمتي مهم جدا للخطوط التونسية، لأن السوق الليبية مهمة جدا، لكن أيضا احنا يعني فخورين بعودتها باش نعاون الأخوة الليبية أن نوفر لهم الفرص يعني فهمتي أكثر السفر إلى تونس والسفر عبر فهمتي خطوطنا إلى جميع النقاط في الريزورت تاعنا. بارك الله فيكم في الحضور هذايا، إن شاء الله بالتوفيق ويعطيكم الصحة والخير.